إذن السؤال، العتب على من؟ على من تقع هذه المسؤولية؟ هناك حقيقة ثلاث محطات أساسية. هذه المحطات، كل محطة أو حلقة من هذه الحلقات لها دور أساسي في غرس القيم لدى الإنسان المسلم. أولها البيت. البيت هو أهم مكان لغرس القيم وصناعة الرجال في المجتمع الإسلامي. إذا قام البيت بدوره في تربية الأبناء والنشئ، سوف لن نخرج أو سوف لن نخرج مثل هذه الفئات من المجتمع. البيت هو عبارة مثل العش. العش هذا الذي ينمو فيه الطفل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على فطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه أو يهودانه كما قال صلى الله عليه وسلم. فالطفل مثل عجينة، أنت تشكله على كيفك فيما يتعلق بالتربية، غرس القيم، التعليم، إيجاد رابط اجتماعي، رابط عاطفي مع أبنائك، علاقة حب وألفة وأخذ وعطاء ومعرفة، وإنت أتيت في البيت. إذا المحطة الأساسية هي البيت، والبيوت هي عماد المجتمعات. البيت هو عماد المجتمع، مثل الأعمدة، هذا ما الجامع، هذه الأعمدة كانت أعمدة قوية، البيت كله أو المجتمع كله راح يكون مجتمع قوي ومتماسك. ولكن إذا كان البيئة هذه الأعمدة لا تقوم على أسس قوية، سوف نجد هناك خلل. ما الوسيلة الثانية أو المحطة الثانية؟ الأسرة، عفوا الأسرة، المدرسة. أدروني، المحطة الأولى ذكرنا هي البيت، المحطة الثانية هي المدرسة. الطفل هذا بعد ما يبلغ 6 سنوات وأحيانا حتى أقل، وإن ينتقل إلى المدرسة، يذهب مدرسة ويجلس في المدرسة يوميا حوالي ما لا يقل عن 7 ساعات يتعلم. هنا تأتي دور التربية، لذلك قلنا التربية ومن ثم التعليم، التربية ثم التعليم. ويأتي دور حقيقة المدرسة بما فيها من معلمين وما فيها من إدارة وما فيها من منهج. ينبغي أن نغرس القيم في أبنائنا، وإلا سوف نخرج جيل فعلا يعني طائش بعيد عن هذه القيم. إذن الحلقة الأولى هو البيت، الحلقة الثانية المدرسة، الحلقة الثالثة والمحطة الثالثة هو المجتمع. المجتمع بما فيه من منابر العلم، المساجد، الجوامع، الأندية، الفرق الرياضية، الشارع، المجالس، هذه كلها لها دور كبير في غرس القيم من خلال حلقات العلم، من خلال المواد الهادفة، من خلال وسائل التعليم، من خلال لقاءات مفيدة. هذه مهمة جدا حقيقة، يعني مثل هذا اللقاء الطيب نتوقع أنه على الأقل يعني ربما يعني يفيد. ما يحصل الآن حقيقة أيضا، كثير من الشباب في بداية شهر رمضان أو قبل شهر رمضان تلقى يجهز له كشافات ويجهز الملعب عشان دوري كرة القدم ولا الطائرة ولا كذا، وهذا جيد، مطلوب أن الواحد يكون فيه يعني عنده نشاط وكذا، خاصة بعد الفطور وكذا. لكن أهملنا جانب آخر مهم، وهو الثقافة والتعليم وزراعة القيم. وحتى لو حاولت بعض الفرق تقيم بعض يعني الفعاليات الثقافية والندوات وكذا، تجد الحضور بالعدد يعني بعدد صابع اليد، بينما في المباراة ما شاء الله تلاقي الملعب تارس ويتهافتوا يعني الشباب على أن يحضروا المباراة، ومستعد يحضر دوري كرة القدم الدوري الأوروبي حتى الساعة 2 بالليل فجر. فإذا ماذا، هذه مصيبة حقيقة عندما نصل إلى ذلك. المحطة الرابعة والأخيرة هو الإعلام. الإعلام له دور كبير، الإعلام التقليدي ما في من إذاعة وتلفزيون وإعلام مقري ومسموع، وإعلام غير تقليدي هو الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام لها دور كبير حقيقة، من خلال البرامج الهادفة، من خلال الندوات، من خلال اللقاءات، من خلال حلقات أيضا حتى التمثيلية، بس تكون هادفة جيد أن تكون فيها. ما نراه الآن للأسف الشديد أيضا، تتسابق القنوات العربية على بث سمومها متى؟ في رمضان. كل يعني كل محطة ومجموعة محطات مرة مسلسل في رمضان، ويا ليت هذه المسلسلات تكون فيها خير. واحد يدعو يعني يدعو إلى الرذيلة، واحد يدعو إلى إقامة علاقة حب رومانسية، وأشياء غريبة عجيبة، بل حولت حتى إلى رسوم متحركة. بعض القنوات حولت هذه إلى رسوم متحركة عشان تجذب أكثر الطفل وتتعلمه أن هذه الحياة، هذا يجب أن تكون كذا، وأيضا لابد أن تكون المرأة مثل الرجل وهكذا. فأشياء كثيرة حقيقة، الإعلام لم يقوم بدور الإعلام على مستوى العربي، لم يقوم بدوره أبدا. لذلك العلم دور
الإعلام طبعا الإعلام غير التقليدي والإعلام الحر أو وسائل التواصل هنا عالم مفتوح لا تحكم، لا تحكم أخلاقيات ولا يحكم مبدأ، هكذا يعني الآن العالم، العالم الآن أصبح مفتوح على مصراعيه من خلال الوسائل وما يبث من وسائل الإعلام من وسائل يعني مرئية تنتقل يعني كالنار في الهشيم. إذا من يحكم هذا؟ أحكمه أنا الأب ولي الأمر، لا يعني ما يمكن نمنع، ما يمكن نقول خلاص احنا إذا نقفل على أولادنا أو نقول خلاص نغلى أبدا، هذا أصبحت يعني شيء واقعي مفروض على الجميع. فيها طبعا فيها جوانب إيجابية، أنا عندي محاضرة أتكلم عن جانب الإيجابي في متعلق بوسائل التواصل، لكن للأسف أن البعض استغل الجانب السلبي، والبعض منه يشتري تليفون حال ابنه عمره 5 سنوات ويأخذ له هاتف نقال قيمته 500 ريال إنه نجح في المدرسة أو كذا، أو يريد يكافه ويريد يبين عند زملائه إنه هو عنده تليفون ما شاء الله 500 ريال 400 ريال، ولا يعلم أن ذلك الطفل سوف يصبح ذلك الهاتف عبارة عن قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. يأخذ ذلك التليفون ينزل في برامج مختلفة ويدخل في الانستغرام وفي التويتر وفي التيك توك وفي برامج كثيرة الآن تعرفها كل يعني والسناب شات وخلافه. طفل صغير ايش هذا؟ يجي واحد من هذا ويعني يبدا يسلخه من كل هذه القيم ويمكن يعني يعمل اشياء كثيره. وانا طبعا يمكن قدمت مره محاضره قبل 2 سنين عن الابتزاز، اظن عملتها هنا مره او اذا نتكلم عن الابتزاز الالكتروني واسبابه. فهذه الحلقات الاربع حقيقه يجب ان تتكامل مع بعض، وبالذات البيت، لان البيت اقول له دور يمكن اكثر من 60%، ما لا يقل عن 60% مسؤول عن زراعه يعني القيم وغرس القيم لدى الأبناء، والباقي على الثلاث المراحل. لأن البيت دوره ما يتوقف فقط عندما يصل الولد إلى المدرسة، دوره يستمر إلى أبعد من ذلك، عندما حتى يصل الطالب أو الابن إلى الجامعة. ينبغي على ولي الأمر أن يعرف ابنه ذهب وين، صاحب من، صادق من، رجع الساعة كم، إيش يعمل. ينبغي أن تراقبه ولو على بعد، يعني ما تشعر انك على شو اسمه، لكن على الاقل تعرف عنه وتحاول تكون قريب منه لكي فعلا يكون شخص يافع ويفيدك انت لما يقال ابن فلان ما تفتخر فيه. حقيقه لا اريد ان اطيل كثيرا، ولكن اصل الى نقطه مهمه، وهي هل لدينا ازمه قيم؟ أنا أقول إنه فعلاً بعد ما سمعنا أن نحن نعيش في أزمة قيم، أزمة حقيقية، والأزمة أكثر من مشكلة، أكثر من مشكلة. وقلنا السؤال لماذا؟ السؤال بسبب هناك خلل ما وتقصير في واحدة من الحلقات الأربع أو جميعها أو بعض منها. لذلك وصلنا إلى أزمة، وهي أزمة يعني خطيرة جداً إذا ما توسعت وانتشرت بشكل كبير. لاحظنا الآن حتى العلاقات بين الناس علاقات مصالح. يعني نادر الآن يتصل واحد يتصل فيك بسبب أنه مثلا يسلم عليك إلا من قد يكون محيط العائلة أو ناس مقربين منك ليتصل فيك، يا أما يسأل عن شيء معين أو باغى منك شيء أو كذا، وهذا مشكلة كبيرة. ظهر الحسد والكراهية بين الناس خاصة في المناطق، حسد، وتلقيت كنا هذا يتكلم عن فلان وهذا عن فلان وهذا فلان وهذا أنت مالك وهذا يا أخي كذا، ويبدأ يحاول بأي طريقة أنه يعني يأثر على ذلك الشخص بطريقة سلبية. الحسد، العلاقة بين الآباء والأبناء أصبحت أيضا حقيقة فيها شد، فيها أخذ. الآن بعض الأبناء تلقاه يتلفظ على أبوه كلام بذيء، بل وصل الأمر، أنا كنت في محاضرة شبيهة قبل كم يوم في أحد الجوامع وكان أحد الأخوة العرب حاضرين، فلما طلعت قال لي تخيل الأسبوع الماضي وحد من البلدة عندنا واحد من الأبناء قتل أبوه بسلاح أبيض سكين بسبب تافه، يعني يمكن سبب بسيط جدا. وقصص كثير نسمع عن قتل ربما عندنا شوية، لكن بدأنا نسمع هذا، لكن في مجتمعات عربية اللي هي انسلخت خلاص أصبح هذا القتل عادي، أن واحد يقتل يعني شاب يقتل أبوه أو يضرب أمه أو يقتل أمه أو يعمل يعني للأسف شديد. ليش؟ لأن ابتعدنا عن القيم.